أصدقائي، اليوم جيت نقدم لكم هذا التطبيق. إعداد يساعدكم بزاف في إعداد الدروس باستعمال رسوم متحركة 3D. هذا التطبيق فيه مجموعة من المميزات تستعملوا في الدروس وأيضا حتى في حكايات، مسرحيات، أفلام. هذا التطبيق عنده بزاف ديال المميزات ويساعدكم بزاف بالاستعانة بتطبيقات أخرى. إذا قبل ما نشوفوا التطبيقات الأخرى اللي غنستعملوا، نحاولوا نشوفوا بعض الأمثلة حول هذا التطبيق. إذا كما قلنا، نشوفوا بعض الأمثلة في إعداد بعض الدروس. إذا نشاهد هذا المثال. السلام عليكم أيها الأطفال، درسنا اليوم هو درس القراءة. إذا هذا مثال. غادي نشوفوا مثال آخر. حاولوا نكبروا. ها هو Tu es contente de ton excursion au club Jihan. Oh oui, mamie, j'ai passé une belle journée avec mes camarades et j'ai appris à faire de l'équitation. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? نستعملوا الحركات الى اخره. هادشي غنشوفو ملي غندخلو للتطبيق. Nous avons fait une longue balade entre les arbres tout vert, puis nous avons mangé un délicieux repas. اذا الان حنا في التطبيق. اذا غنفتحو التطبيق ونعطيو بعض الأمثلة كيفاش تندير نخدم، كيفاش نبرمج. إذا التطبيق سهل وبسيط. إذا هنا بعض الأمثلة كنت خدمت عليهم. إذا غنشوفوا هنا عندنا الفوق الإعدادات. بطبيعة الحال غنختار هنا اللغة الفرنسية، هناك العربية إلى آخره. هنا الإعدادات، دونك غنبداو بكري اون فيديو. دونك هنا كتكون عندنا سكون ابل هنا بحال لاسين. اذا نبداو بهذاك الخانة اللي فيها وايت روم. يعني هنا كتاخد تختار شنو بغيتي لاسين، كافي، كمبيوتر، اكسيتيرا. دونك شوف هاد القاعة ديال الكمبيوتر كمثال. هنا غادي نشوفو نختارو ان اكتور. هادي هي القاعة، غنمشيو لهاديك اللي فيها سون اكتور بلو روج، نختارو شخصية. اذا هادو الشخصيات اللي كنت انا صايبت. دونك نمشيو نقدرو ناخدو شخصية اخرى او نختارو شخصية اخرى. نمشيو لكريت. ها هي تشاهدوها كريش. هنا كاركتير، انا نحاول نختارو شخصية. اذا هنا هو شخصية عندنا. يمكننا نستعملو صورة، ناخدو الصورة ديالنا ولا شي حاجة. هنا عندنا مال، هنا فيمال، نختارو سميتو. اذا غنشوفو فيمال. عندنا هنا تعديلات، نختارو تاع الأوجه، يعني الشخصية اللي بغينا، عجوز. عندنا اللون، البشرة. إذا هنا شخصية عجوز على حساب الله. هنا نمرو لي
الشعر، نختار تسريحة الشعر، وهنا يمكن لك الدور تشوف بيديك. هنا لا بارب، ولكن مع الموستاش هنا بالنسبة إذا بغيتي ديرو ما بغيتيش. هنا غنجيو الألوان ديال الأعين، شاهدوا الألوان ديال العينين. ها هنا نشوفوا حتى الرموش، الحجبان، أيضا الفم إلى آخره. هنا نشوفوا النظارات واللون ديال الإطار ديال النظارات كتشاهدوه، الشكل. إذا أنا مجموعة من الاختيارات، نختاروا الخيار اللي بغينا، الألوان اختار. عندنا أيضا نشوفوا حتى اللباس، إذا عندنا مجموعة من الخيارات. إذا هنا حددت الشخصية ديالي و تنرجع في هذا السهم. إذا الشخصية ديالي هي تسجلات. إذا هنا راه سماها سيستم بوحدو دانيال، يمكن لي نغير الاسم ديال هذه الشخصية. و حتى هنا لاحظوا هنا نسينا الألوان. إذا مجموعة من الحذاء أيضا، تغيير ديال الملابس إلى آخره. إذا مجموعة من الخيارات هنا يمكننا نديرهم. ثم اضغط على تلك النقط. هنا موديفي لو بيرسوناج، رونومي، هنا نبدلو ليه السمية ونديرو السمية اللي بغينا على حسب الشخصية ديالنا. إذا هذا من جهة. إذا هما تكون عندي 4 ديال الشخصيات، 5. أيضا هنا لتحت كاين الشخصيات اللي كيعطيهمك الحاسوب، ولكن من الأفضل أنك تصايب الشخصية ديالك. ندوزو دابا للبرنامج. إذا حنا في القاعة ديال الكمبيوتر، الشخصية عندنا هي دانيال. هنا نحددو الوضعية behind the chair و behind the chair، إذا واقف أو جالس. إذا كتغير مجموعة من هذا. الآن غادي نمشيو اختارنا الشخصية ديالنا. هنا إلا بغينا نزيدو شخصية أخرى، هنا إضافة شخصية أخرى غنخليوها حتى لمرحلة أخرى. نعطيو مثال لهاد الشخصية اللي عندنا هنا. هاد الشخصية هادي كتشاهدو عندنا في أسفل الشاشة، كاين هنا لا سين، نختارو إلا عندنا سين أخرى. إلا بغينا نضيفو سين أخرى في الحوار، حنا نبقاو في لا سين ديال الكمبيوتر. هاد الشخصية هادي اللي هي دانيال بغيناها تتكلم. غير بالنسبة للبرنامج فهو كيعتمد على اللغة الإنجليزية، ولكن قبل ما ندوزو للغة غادي نشوفو هاد الشخصية اللي هي دانيال كيفاش يمكن لها تتصرف. إذا اختاريناها، غادي نجيبلكو على هاد السهم ديال الحديد. دونك بركدي على الزر اللي فيه الحادث هو، ولكن خصنا نختاروا الشخصية. دائما خصها تكون شخصية اللي غتهضر هي دانيال. علاش؟ لأن تيكون عندنا الحوار. دونك هنا اكريفي لي ديالوغ ايسي و انغوجيستري لي فوا. بالنسبة للبرنامج فهو كيشتغل باللغة الإنجليزية،
انتم اعطوا مثال. نديرو ملي كتبغي دير تطبيق كتجي دائما مباشرة لهاد الرمز ديال بلاي نشوفو. Hi, how are you? Hi, how are you? إنها تتحدث هنا. يمكننا نغيرو كتشاهدو هاد الندخال. هاد الندخال هادي فيها مجموعة من الاختيارات كنشوفوش الحركة ديال الشخص الشخصية ديالنا كيفاش تيهضر. غادي نبداو نعطيو مثال واندوز. Hi, how are you? لاحظوا تحركات اليد. Hi, how are you? نبدلو لاسين ديالنا هنا. Hi, how are you? هنشوف الشخصية ديالنا. Hi, how are you? لاحظوا كنبدلو دائما. Hi, how are you? هذا من جهة. من جهة أخرى عندنا هاد الأوديو. هذا تيمكننا إذا ضغطنا عليه يخرج لنا هاد الأسفل. يمكننا نسجلو بالضغط على رمز الصوت ثم التأكيد وكيتسجل الصوت. يمكن لك تسجل الصوت ديالك. إذن هذا من جهة. إذن هاد الشخص هذا لاحظ كاين هنا في واحد كانت عندنا في هذا المكان اللي هو كافي. يمكننا ناخدو نضيفو مكان آخر. ونحددو الشخصية ديالنا ونزيدو قلنا دائما الحديث. I'm Danielle. اذا هنا غادي نشوفو كيفاش غيكون الحوار. غادي نبداو مباشرة نمشيو لهاد الكافي نضغطو عليها نرجعو لهاد الرمز ديال بلاي ونشوفو Hi, how are you? الحوار ديالنا كيفاش سيدي. I'm Danielle. اذا هذا بالنسبة لهاد الطريقة ديال الاشتغال. ثم عندنا بغينا نضيفو شخصية اخرى باش يكون عندي مثلا الحوار. غادي نمشيو لاسين اللي فيها كافي اللي احنا فيها الان. اذا هاد نحاول نضيفو هنا في هاد لاسين هادي نضيفو شخصية اخرى. غادي نمشيو لهاديك سون اكتور ونزيدو هاد باغ اكزومبل هاد لاري. يعني هنا يمكن لازم يضيفوا مجموعة من أشخاص أخرين. هنا نجيو نديرو الحوار. فاش غادي نمشيو للمكان ديال الحوار عندنا دانيال. هنا غنبركو دائما على هاد الأيقونة ديال الحوار. غادي نمشيو مباشرة سون أكتر. هنا كنختارو شكون راه يتحدث. واش دانيال واش لاري. غنختارو لاري باش يكون الحوار ديالو. هنا غادي نكتبو الحوار. غادي نشوفو الحوار ديالو. I'm Fini. Hi, how are you? ولكن لاحظتو هنا I'm Danielle. هنا ما كاينش واحد الترتيب. هنا نحاولو نرتبو الحوار لأن نبركو على هذه ثلاثة النقاط. غادي نخرج الأسهم باش ننزلو الحوار ديال لاري. نبركو على السهم أسفل. نعاود نرجعو للكافي نديرو نشوفو دابا الحوار. Hi, how are you?
I'm Danielle. إذا هذا بالنسبة للحيوان. إذا عندنا واحد الخطأ يمكن اعتذر. I'm Danielle. إذا بالنسبة للبرنامج هو اللي عنده خطأ من البرنامج. المهم I'm Danielle. إذا المهم هو أن نشوف الحوار من الأول. Hi, how are you? I'm fine. I'm Danielle. إذا نحاول نصحو أخطاء. I'm fine. I'm Danielle. إذا نشوفو هنا. Hi, how are you? I'm fine. I'm Danielle. إذا هنا كتشاهدوا التطبيق، ثم يمكن أن نضيفوا حوار ونبدلوا الأماكن إلى آخره، وفي الأخير كنبركوا على هذا الزر ديال التسجيل. أعتذر يعني إذا كان شي خطأ، وهنا تندير إكسبورتي أونغوجيستري. إذا سون تيتر أفيك لو تيتر. إذا هذا بالنسبة لهذا التطبيق. نشوف واحد مثال آخر. Hi everyone. Hi everybody. My friends, here is your YouTube channel. Subscribe and share the videos with your friends. In this channel, there is only the educational objective. Welcome to study Arabic and French. Thanks. Welcome. إذا هنا غادي نشوف واحد المثال آخر. السلام عليكم. درسنا اليوم هو الأديب الصغير. أقام نادي الأدب مسابقة في القصة القصيرة للصغار، شارك باسم فيها وفاز بالرتبة الأولى. كرم النادي باسما، وفي حفل توزيع الجوائز وقف باسم ليتسلم جائزته، ثم أخذ يحكي قصته قائلا. إذا شفنا على المثال هذا، هنا ندوز واحد الخيارات أخرين هما عندنا هنايا. يمكننا نزيدو هنا منبه، أيضا عندنا الصوت أو الموسيقى. نقدرو إذا اشترك الحوار ما فيهش الموسيقى يمكننا نضيفو ليه الموسيقى، ونشوفو المثال كيفاش غيكون بالموسيقى. السلام عليكم. درسنا اليوم هو الأديب الصغير. أقام هنا كان مقاطع في الموسيقى. obtenir plus de musique، يمكن أن نضيفو نتشارجيو الموسيقى. هنا عندنا الموسيقى. إذا نشوفوا هذا المثال الآخر. إذا الشخصية ديالنا هي دانيال. Hi, how are you? Welcome. هنا قلنا نديرو الموسيقى. نشوفوا هذا الاختيار. نبدأ مع دانيال. Hi, how are you? Welcome. تطبقوه وتجربوه. اسم ديالو هو عندنا. غادي نخلي لكم الرابط ديالو مباشرة باش تحملوه من تيشارجيوه في بلاي ستور. اذا اللي عجبو الفيديو ديال الرجال وما تنساوش تابوناو، وشكرا لكم على مشاهدتكم وديروا جيم.